السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. حبايبي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل الجزء الثاني لتجهيز شنطة العمرة. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق. أول حاجة هنستخدم المصلية أو سجادة الصلاة. هنحط بقى العبايات بتاعتنا أهي، تمام. هتحطي بقى الطرح اللي انت عايزاها. اوكي، تمام. ادي عباية كمان، هي قطعتين يعني، وادي العباية التالتة. يبقى انا خدت كده 3 عبايات، وطبعا عباية العمرة. اوكي، تمام. العبايات البيتي، انا خدت 3 عبايات بيتي، حاجة طرية كده علشان مكة بيقولوا الجو بتاعها جميل ما شاء الله اهو. خلاص، ادي كمان، يبقى كده 3 عبايات. خدت يا بنات البناطيل الخفيفة دي، تتلبس كده تحت العبايات اهو. خدت 3 اهو، تمام. ما تنسيش طبعا، انا قلت لكم في الفيديو التاني، البندانات والتوب مكملات الحجاب لازم تكون موجودة معاكي في الشنطة دي. هتاخدي طبعا ملابسك الداخلية، وهتاخدي بديهات قطن كده تحت العبايات، عشان احنا قلنا الجو هناك في مكة حر، انما في المدينة برد شوية. كاب مثلا، النضارة بتاعتك معاكي، ما فيش اي مشاكل. لو معاكيش يبقى كاب بس كده، يعني انت مش محتاجة اكتر من كده. السبحة بتاعتك معاكي، سجادة الصلاة او خاتم التسبيح. اهم نقطة تاني، الاقفال بتاعتك لازم يكون معاك اقفال، شنطتك تتقفل كويس وانت طالعة وانت نازلة للاحتياط يعني، ويبقى مفتاح القفل معاكي. ركزوا في العمرة، هي بتبقى اوقات كده بسيطة لازم نغتنمها في العبادة، وربنا يا رب يرزق الجميع ويرزق كل مشتاق. وادعوا لي كده يا رب تكون عمرة ميسرة دون مشقة، واياكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.